النبي عليه الصلاة والسلام يقول لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، لكن إذا جرى العرف على أشياء معينة فلا بأس في هذا. قوله فيه نفع، يقول لا بد أن يكون الشيء مملوكا لك وفيه نفع. أيضا ما يجوز تبيع أشياء ما فيها نفع، لأن هذا فيه نوع من الغرر على الآخرين، ولا يشتريها في الغالب إلا سفيه. يعني لو جاء واحد عفوا وخرج الآن في الطريق وجمع أكياس البلاستيك اللي يلعب بها الهواء يمينا ويسارا، جمع على 4-5 وقال يلا من يشتريها مني بريال فرضا، فأقبل إليك من يشتريها وأنت تعلم أنها ممزقة مقطعة لن يستفيد منها، ولو كان يريدها لالتقطها من الطريق، ولو كان لها قيمة لما ألقاها صاحبها، فغالبا لا يشتريها إلا سفيه، فيكون فيها غرر. فمثل هذا الحال لا يجوز بيع الأشياء التي ليس فيها نفع. وأيضا لا بد أن يكون النفع مباحا، لا بد يكون النفع مباح. ما يجوز الإنسان يعبث بأشياء ليس فيها، يعني واحد عفوا يبيع مخدرات أو يبيع بعض الأشياء المحرمة أصلا، هذا لا يجوز أن يبيعها. لكن لو أن الشخص مثلا شخص تاب من تعاطي المخدرات، والمروج الذي كان يشتري منه لا يزال له عنده مال، يعني فرضا اشترى من المروج ب1000 ريال مثلا ولا عنده مال وقال أسددك بعدين، وجرت العادة أن يسدده، ثم تاب صاحبنا هذا الذي يتعاطى المخدرات تاب، فلما تاب قال طيب يا جماعة المروج الذي اشتريت منه يطلبني 1000 ريال قيمة مخدرات باعني إياها قبل مثلا كذا وكذا، فهنا هل يلزمه أن يرجع إلى ذاك المروج ويقول له تفضل هذه فلوسك؟ طبعا شرعا يجب عليه يبلغ عنه، هذا مفسد في الأرض يجب أنك تبلغ عنه، لكن فرضا أنك ما استطعت تبلغ ولا ما بلغت ولا أي ظرف، في هذا الحال هل يجب عليك إذا اشتريت شيئا محرما أن ترده، أن تأتي إليه وتقول تفضل هذه فلوسك التي اشتريت منك بها؟ لا، الصحيح أنه أن البيع أصلا بيع باطل لا تقره الشريعة أصلا. ومثل عفوا لو أن رجلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي، مهر البغي هو المرأة البغي التي تقع في الفاحشة وتعطى المال على هذا، نفرض أن شخصا تاب إلى الله وكان قد وقع بمثل هذا الفعل الشنيع في بلد من البلدان فرضا، ووعدها أن يحول إليها المال مثلا يعني، ثم تاب وقال استغفر الله أنا لا يجوز، طيب هذا المال الذي لها في عقد باطل أساسا، يعني مهر البغي وهذا الثمن المحرم هذا باطل أصلا وحرام، لكن هل يجوز أن يمسك المال فيصبح مروج المخدرات يطلبه 1000 وكذا، المكان الثاني يطلبه كذا وهذا كذا؟ الصحيح أنه لا يجوز أن يرجعه إليهم، ولا يجوز أن يمسكه لنفسه أيضا. نقول أنت أمام حالتين، أما إن كان المال حاضرا عندك فيجب عليك أنك تذهب به لبيت مال المسلمين أو تتصدق به، ما يجوز شرعا أنك تملك، أنك تكون قد أخذت المنفعة وإن كانت محرمة وأخذت المال اللي هو قيمتها، جمعت بين الأمرين؟ لا، فإما أنك تتصدق به أو تضع في بيت مال المسلمين. طيب لو قال والله أنا فقير وأنا ما عندي هالمال أصلا، وأنا حتى أتوب يعني يلزمني أن أذهب وأستدين حتى أتصدق، نقول خلاص عفى الله عما سلف، إذا كان ما عنده مال عفى الله عما سلف.